لأن في هذا صباح الحفل طبعا اليوم تم تخريج الدورة الرابعة من منتسبي قوات الأمن العام في ساحة محافظة حضرموت. هذه الدفعة التي أخذت تدريب جيد ونوعي ومكثف خلال مدة 45 يوم متكاملة على يد الأخوة في التحالف العربي دولة الإمارات العربية المتحدة وضباطنا، سيتم من خلالها إسناد مديريات الهضبة الغربية والشمالية وهي غايل بن يمين، داعن، الضليعة، يبعث مديرية حجر.